حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، والوحدة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة. أخي العزيز الغايد عبد العزيز أحمد الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال والغايد العام للجيش الشعبي، قيادات الحركة الشعبية والجيش الشعبي، أهلنا في كاود الصمود والتحدي كل المناطق. ضيوفنا الكرام، كل الذين حضروا لهذه المناسبة العظيمة، كل مغاماتكم السامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كاودا الصمود والتحدي، حقيقة هذا يوم تاريخي بحق وحقيقة. لن نجد أي كلمات تعبر عن هذا اليوم، مهما تحدثنا مهما قلنا. المجد ذكرى الغايد البطل عبد يوسف كوة مكي. يوسف الذي دخل تاريخ السودان والعالم كمناضل من أجل الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان. يوسف who came into the history of humanity for the sake of freedom. تعرفت لأول مرة على الغايد البطل يوسف كوة في منتصف سبعينات القرن الماضي، عندما أسسنا مع الغايد عبد العزيز الحلو ومجموعة من نخبة جنوب كردفان رابطة طلاب جنوب كردفان بجامعة الخرطوم. وكان يوسف يوسف كوة was in the mid 70s of the last century when we formed the South Kordofan Students Association in Khartoum University. كان يوسف كوة أول رئيس لتلك الرابطة. يوسف was the first رئيس لرابطة جنوب كردفان، قادها كما قاد النضال بكل الحنكة والدراية، وخبر دروبها من وقت مبكر هذه القيادة. He led it as he led this struggle now because he was so sophisticated. نحيي نضالات شعوب الهامس. I salute نضالكم وصمودكم هو الذي جعل هذا الانتصار ممكنا. أسهروا على حراسة هذه الثورة وحقوها حتى تصل لغاياتها السامية. لا يفوتني أيضا أن أشكر كل الأصدقاء والشركاء. Our friend David Beasley. Donald Booth. The Troika. وكل الأصدقاء and all the ministers who are present now. مما جينا في حكومة الفترة الانتقالية شرعنا في وضع برنامج الحكومة الانتقالية الذي اهتدى بشعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة. We began to put out the plans of the transitional government which started with the slogans of the revolution, democracy, peace and justice. بدأنا بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية واللي لسه ما اكتملت طبعا. We started to form the institutions of the transitional government which have not yet been completed. لكننا من اليوم الأول ظللنا نهتدي بما نسميه اليوم وبكل فخر لكل شعوب العالم النموذج السوداني. We can call it with all the pride and pride for all the global people, it is just a Sudanese sample. نموذج يقوم على الشراكة وعلى الحفر في الصخر في بناء سودان جديد ديمقراطي نفخر به جميعا. It is a model that is based on the partnership that is going to establish democratic Sudan. بداية بتفكيك دولة التمكين.
beginning with abolishing the state of empowerment. تحقيق السلام يظل هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا. وأنا هتكلم بتفصيل عن السلام. Achieving peace will still remain our first priority. I will go to details. معالجة الضائقة الاقتصادية وتعزيز العلاقات الخارجية، مشاركة النساء، محاربة الفساد واستبداد الأموال المنهوبة، لكن تظل أولى أولوياتنا هي تحقيق السلام. But our top priority is achieving peace. لنضع حد لمعاناة أهلنا، لمعاناتكم أنتم، ضحيت وعانيت كثير. You have really suffered for quite a long time. هذه الثورة جاءت لتضع حد لهذه المعاناة. This revolution has come to put an end to this suffering. المرتكزات الأساسية لصناعة السلام تعتمد أولا وأخيرا the real pillars of achieving this peace. على مخاطبة جذور الأزمة. We have to address the root causes of the problem. التي تقوم على المواطنة which وعلى التعدد الثقافي on the citizenship واحترام الآخر respecting of others. المشاركة الواسعة في صنع السلام wide participation in peacemaking خاصة من النساء والشباب especially for the youth دور women. النساء والبنات في تحقيق السلام دور محوري ورئيسي all the women have a vital role in achieving peace. تصورنا للسلام يقوم على 5 محاور رئيسية. We have 5 pillars for achieving peace. المحور الأول التنمية الاقتصادية والاجتماعية. The first dimension is social development and economical. الذي يخاطب قضايا التهميش. That addresses والتنمية الغير متوازنة. The causes of بناء المستشفيات والمدارس والطرق. Imbalance development. وخلق that is التنمية التي تحل ذلك. Basic services like hospitals, roads, schools. السلام يحقق أمنية غالية وعزيزة للزعيم الراحل دكتور جون غرين حول موضوع حزام التمازج. هذا realize a dream of late Dr. Garan that is to see the marginalized or the margin enjoying peace. هذا الحزام واللي هو اسمه حزام التمازج على عكس حزام التماس يمتد من مدافو في حدودنا مع افريقيا الوسطى الى الكرموك مع اثيوبيا. هذا حزام غني بالموارد وبكل فيه البترول فيه الثروه الحيوانيه والثروه الزراعيه. السلام يحقق ذلك. Central Africa extended up to Ethiopia which is أنا متأكد أنتم تابعتوا أول زيارة لنا خارج الخرطوم كانت لجوبا هذه المدينة العزيزة على القلب لرمزية هذه العلاقة بين الشمال والجنوب. You may have witnessed my first visit was the Juba, the city that has been into my heart because it has special consideration with the south. أرادت إرادة التاريخ أن نكون نحن شعب واحد في دولتين لكن نطمح في علاقات متميزة. The history made it possible to be one nation in 2 states. دعونا نخلق من هذه الحدود لحدود تقوم على السلام والأمن والطمأنينة والتنمية بدل الاحتراب والتشاكس والمشاكل. Let us make these borders to be for peace, for justice and intimacy of the people and not to be for war. المحور الثاني هو محور الحكم والإدارة والذي يخاطب عدد كبير وتقريبا كل القضايا التي طرحها الغايد عبد العزيز الحلو في خطابه من قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة وكل القضايا المرتبطة بالمواطنة والمشاركة العادلة في أجهزة الحكم وشكل الحكم نفسه. The second pillar is based on governance and the way of ruling. As Commander Abdulaziz has mentioned, it has to address the root causes of how this country should be ruled. المحور الثالث الترتيبات الأمنية والتي نحلم عبرها ببناء جيش وطني يعالج قضايا التعدد والتميز ونرى روحنا كلنا كسودانيين فيه. The third pillar is security, whereby we want to see our arms being under one command and with unified doctrine.
المحور الرابع هو خاص بمعالجة قضايا العون الإنساني. كما ذكر صديقنا ديفيد بيزلي، نحن من أول يوم جينا عملنا على رفع كل العراقيل والعقبات التي كانت تقف أمام وصول الإغاثة لأهلنا في كل المناطق المتأثرة بالحروب. سوف نظل نعمل على ذلك. The first pillar is the pillar of solving the humanitarian crisis and allowing the humanitarian interventions to bring aid to the people, as my brother David Beasley has mentioned. المحور الخامس يعنى بالقوانين والتشريعات، هو يتعلق بخلق مناخ يعالج قضايا التعويضات، العدالة الانتقالية، ويرتكز على إرثنا الغني، إرثنا الشعب الغني في المصالحات المجتمعية إلى آخره. The fifth pillar is based on the transitional justice, whereby we need to compensate those who have lost all their property and make the legislations and laws that can maintain rights. هذه اللحظة التاريخية المفصلية في تاريخ شعبنا. This is a historical juncture for our people. أنا لن أدعها تمر بدون مناشدة قيادة وجماهير وأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والجيش الشعبي أن أقبلوا على صناعة السلام. أنتم عظم الظهر في صناعة هذا السلام. يجب أن تقبلوا على ذلك بكل جدية ونعمل مع بعض لتحقيقه. I will not miss it before appealing and requesting from the SPLM leadership, because they are able to make peace. I will ask them to do their efforts to make peace. لنعمل مع بعض لبناء السودان الجديد الذي ظلنا نحلم به لسنين وقريب جدا من التحقيق. خلونا نعمل مع بعض بكل مكونات شعبنا للعبور لوطن كلنا نكون فخورين به. Let us work together so that we can cross over to the state and country that we all deserve. في هذا المقام اسمحوا لي ان اقدم الدعوه للغايد عبد العزيز الحلو ليخلق فرصه لنا لنستقبله بهذا الشكل في الخرطوم. عزيز to welcome him and in such a way in خرطوم الثوره في انتظارك. اتمنى ان نلتقي ونحمل يدين بعض حقيقة. كما ذكر الأخ الغايد عبد العزيز في خطبته تجربة السودان في 64 سنة الماضية. In fact, what our commander Abdul Aziz has mentioned in the history of Sudan of the last 63 years. لم تنجح في خلق مشروع وطني. We failed to achieve a national program. فشلت كل الانتقالات السابقة، إذا كان الانتقال من الاستعمار في 55-56 أو الانتقال الذي صاحب ثورة أكتوبر 64 أو انتقال انتفاضة أبريل 85. All the transitional governments failed in the history of Sudan in achieving the state that we all dream to see. الآن أمامنا فرصة تاريخية. Now we have a historical opportunity لتحقيق ذلك الحلم. To achieve that dream. في تحقيق مشروع وطني. To realize and achieve a national scheme. خلونا نتفق على كيفية حكم السودان ونترك مسألة من يحكم السودان لخيارات هذا الشعب العظيم. شكرا جزيلا. On how to govern Sudan and leave who will govern it to the people of Sudan. Thank you. حرية سلام وعدالة. والوحدة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة. شكرا شكرا كاود الصمود والتصدي. Thank you. طيبة
لحياة طيبة.